ولتسليط الضوء على هذه المشاركة معنا من عمان عبر الهاتف سعادة الدكتورة فاطمة عبد الجبار الكهجي، عضو مجلس الشورى نائب رئيس الوفد. سعادة الدكتورة فاطمة مساء الخير، ولو تحدثينا عن أهمية مشاركة الشعب البرلمانية ضمن هذا الاجتماع وأبرز الموضوعات التي تمت مناقشتها. أهلا مرحبا، مساء الخير. طبعا يشارك وفد الشعب البرلمانية في الدورة 26 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، واجتماع اللجنة المستقرة واجتماع الفريق القانوني. هذا الاجتماع هو عبارة عن مناقشة الأوراق اللي هي مقدمة من جميع الدول على أساس أنها هي تكون بطرح القوانين اللي هي تراها مهمة بالنسبة لقانون الإرهاب والمرأة والطفل. وهذا يكون فقط إن يكون كأنه نبع من اللجنة التنفيذية، وهذا كان قانون نماذج استرشادية فقط في البداية تناقشها جميع الدول. بما أن البحرين تقوم الدبلوماسية البرلمانية بمملكة البحرين تقوم على التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات طبعا بالشكل اللي يحقق مصلحة البحرين مسؤوليتها في جميع المحافل العربية والدولية. فاليوم خلال الاجتماع تم بحث النماذج الاسترشادية حول قانون مكافحة الإرهاب وقانون المرأة وقانون الطفل. وأثناء مناقشة ملف الإرهاب أكد وفد الشعب البرلماني أن الدول العربية مستهدفة، وهو ما يتطلب طبعا منها مزيد من الجهود المتعاضدة لمواجهة التحديات اللي تعددت أساليبها ضمن محاولات واضحة على التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، واللي تؤدي إلى الزعزعة طبعا أمنها الداخلي وإثارة الفتن بين مكوناتها عبر التحريض الإعلامي تارة ولا من خلال أعمال وعمليات إرهابية من طرف آخر، وما تتعرض له طبعا أكدنا أنه تتعرض له مملكة البحرين بالذات، ولهذا يعني الاتجاه أن كل هالإرهاب سواء المسيس الخارجي من ناحية أخرى. طبعا ناقش الوفد النموذج الاستشادي لقانوني المرأة والطفل، وهنا بينا أهمية تعاون جميع الدول العربية لإنتاج نماذج متطورة وقابلة للتطبيق، يعني مو بس إن هي تكون متطورة وصعبة إن كل الدول على أساس إن تمشي مع تشريعاتها وقوانينها. نأخذ بعين الاعتبار ضرورة اعتماد السياق القانونية الواضحة اللي تراعي طبعا القيم الإسلامية والأعراف والعادات والتقاليد، وطبعا تكون مواكبة حق المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعترف بها دوليا. واحنا اشرنا الى الحمد لله ان المستوى العالي اللي بلغت التشريعات الوطنيه في مملكه البحرين وفيما يتعلق بحمايه حقوق المراه والطفل، وكان هناك اشاده يعني بالاجماع من الكل ان مملكه البحرين وصلت الى مستويات عاليه في قانون حقوق المراه والطفل. نعم دكتوره فاطمه. نعم اكتملت الفكرة، وعذرا على المقاطعة لضيق الوقت. سعادة الدكتورة فاطمة عبد الجبار الكوهجي، عضو مجلس الشورى نائب رئيس الوفد، شكرا جزيلا.